النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم من حديث عمار قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا. وجابر بن سمرة كما عند مسلم قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخطبته قصدا. إذن الأصل في الخطب التخفيف، لكن ما هو هذا التخفيف؟ التخفيف أمر نسبي، وليس معنى ذلك أن التخفيف ما يفعل من إلقاء الخطبة هكذا دون تحضير ودون إعداد كما يفعل من قبل البعض كأنه أمر ثقيل على رأسه يريد أن يتخلص منه. الأصل هو التخفيف، لكنه تخفيف نسبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب بقاف كما عند مسلم، ويقرأ آية آية ويتأنى. وكذلك هو صلى الله عليه وآله وسلم خطب كما عند مسلم فقال في خطبته: ونادوا يا مالك. وعمر كما عند البخاري من حديث ربيعة التيمي خطب بسورة النحل حتى بلغ السجدة. انظر، من أول سورة النحل إلى السجدة طويلة جدا، ومع ذلك فالأمر يعود إلى تحقيق المصلحة، ليست إطالة مملة وأيضا لا تقصير مخل، وإنما بقدر ما يحرص المسلم على إعطاء الخير لإخوانه. ولذلك لم يقل صلى الله عليه وآله وسلم: إن من فقه الرجل أن تكون صلاته أطول من خطبته، لم يقل بهذا، الحديث لم يرد بهذا، فإنما ورد بالنص الذي ذكرته لكم آنفا.